السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن يكون عندي مبنى كبير ويكون الحوائط اللي عندي واخدة من أول دور لآخر دور، تمام؟ وأنا محتاج أقسمها لأن المثال صغير، مجرد حتة واحدة بس. كان في مثال تعرضت لي من فترة بسيطة، كانت عمارة كاملة وفيها تفاصيل كتيرة جدا، وكلها الحيطة من أول دور لآخر دور، حتى الحوائط الداخلية كلها نفس الفكرة. فكان عشان الواحد يقعد يقسمها بالطريقة التقليدية إن أنا أجي هنا وأقول له اسبلت، كان هياخد وقت كبير قوي مني. عندنا امر اسبلت، باجي هنا واقول له اطلع الصوره ديت، اطلع الحته ديت، وكل حته من دول اعمل عليها سيلكت، وبعد كده احدد هي منين لفين. لقيت هتاخد مني وقت كتير، ففي طريقه تانية لذيذه وبسيطه ان انا بعمل عليها سيلكت، واجي هنا اقول له ايه كرييت بارتس، وادخل هنا اقول له ديفايد بارتس، هو هيبدأ يقسمها حسب ما انا هقوله. هقوله ايه intersection reference، اقسم لي حسب الريفرنس واختار ايه انا عايز اقسم منين. يعني اقوله مثلا انا عايز ليفل واحد وليفل اتنين، دول اساسي بالنسبه لي، او ممكن اقوله تشيك اول اعمل لي كله اوكي، وهو هيبدأ يقسم لي الحته ديت حسب الادوار اللي هو معدي فيها، واقول له اوكي، فلاقي ان دي بقت لوحديها ودي بقت لوحديها. طريقة سهلة وبسيطة لو أنا عندي حوائط كتيرة جدا وآخد وقت في تقسيمها. ليه أنا بقسمها؟ ممكن يكون مثلا في الأول صاحب العمارة كان قالها كلها تيبيكال، وبعد كده رجع في كلامه وقال لك لأ أنا عايز الدور الثامن والتاسع مثلا النظام بتاعهم مختلف، فأنت عايز تبدأ إيه تقسم من جديد، أو تكون أنت عايز تدخل المشروع بتاعك على نفس وركس وعايز تشوف التدرج الزمني بتاعه، فأنت عايز كل حتة تبقى لوحديها بحيث تقدر تظهرها في ثانية معينة، وبعد مثلا 3 4 ثواني تبدأ تظهر الحيطة اللي فوقيها زي ما هنشوف في كورس النفس وركس. ان شاء الله في كورس كامل نفس وركس بعد رمضان على طول ان شاء الله.